كله يرفع ايده كده اهو، كله يرفع ايده. Go in here. Go Egypt. Go Egypt. شكرا. صباح الفل. السيدات والسادة الحضور، بداية يطيب لي أن أرحب بكم وأشكركم على تلبية الدعوة لحضور قمة الـ CIO Summit والذي تنظمه مؤسسة IDC العالمية المتخصصة في مجال الاستشارات خدمات تكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات إتيدا، وتستضيفه مصر للمرة الأولى. الحضور الكريم، أقف بين أيديكم اليوم لأحدثكم وأنا سعيد لما تشهده مصرنا الحبيبة من تقدم على جميع الأصعدة. فعلى الصعيد العام، استطاعت مصر أن تستعيد وبكل ثقة دورها كحجر زاوية على المستويين العربي والأفريقي، وأن تعود إلى مكانتها كلاعب رئيسي على الساحة الدولية. ومن جهة أخرى، استطعنا بتوفيق من الله أن ننظم مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري، والذي انعقد بمدينة شرم الشيخ بحضور تمثيل دولي غير مسبوق. هذا المؤتمر الذي يمثل انطلاقة كبرى نحو تحول اقتصادي يفتح أبواب الاستثمار ويوفر فرص عمل متميزة بما يسمح بنهضة اقتصادية واجتماعية حقيقية. وعلى الصعيد الخاص، فإن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات استطاع أن يحافظ على استقراره ويحقق نجاحات رغم الاضطرابات الاقتصادية التي شهدها الوطن خلال السنوات الثلاثة الماضية، حيث حقق القطاع نسبة نمو تصل إلى 13% في عام 2014، وزادت مساهمة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الناتج القومي الإجمالي من حوالي 48 مليار في عام 2010 إلى حوالي 66 مليار جنيه في عام 2014، بنسبة مساهمة 4.1% من الناتج القومي الإجمالي. ومن جهة أخرى، لم نغفل عن السعي جاهدين نحو تحسين وتطوير خدمات الاتصالات والخدمات التي يحصل عليها المواطن، مع الإدراك الكامل لمحددات الأمن الوطني. فأصبحت مصر تمتلك مظلة أمنية قادرة على التصدي للتهديدات الإلكترونية المختلفة، وأصبح لدينا لأول مرة قانوناً لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، وأصبحنا قادرين على معاقبة كل من تسول له نفسه ارتكاب جرائم إلكترونية كإتلاف واختراق المواقع الإلكترونية، وكذلك البريد الإلكتروني وشبكات التواصل وغيرهم من الخدمات بشكل فوري ورادع، سواء بالحبس أو الغرامة أو كلتا العقوبتين. كل تلك المساعي لنحقق في النهاية المطاف في نهاية المطاف مفهوم المجتمع الرقمي الآمن، وتقديم خدمات لائقة للمواطن مع الحفاظ على أمنه وخصوصيته. السيدات والسادة، أن الابتكار بات اليوم ضرورة ملحة تسعى إلى بلوغها مختلف المنظمات، لا سيما في بيئة تتصف بالصراع من أجل النمو والبقاء. وللحديث عن مفهوم الابتكار في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فإننا نتطرق إلى خلق كل ما هو جديد من التقنيات والتطبيقات والنظم التي تسهم في تحسين أداء ومنتجات وخدمات المؤسسات العاملة في هذا المجال. ليس هذا فقط، ولكن وجب علينا أن نواكب التطور العالمي ونتطرق إلى خدمات وتقنيات جديدة مثل الحوسبة السحابية واستخدامات التطبيقات المتنوعة على الهاتف المحمول، بالإضافة إلى استخدامات مواقع التواصل الاجتماعي وخدمات التجارة الإلكترونية، مع الاهتمام بوجود التطبيقات الحديثة للتحليل الدقيق والبيانات
مثل البيج داتا والاناليتكس، وكذلك استبيان المؤشرات، مع التأكيد على توفير الحماية والتأمين السبراني الكافي له. ويكون الناتج النهائي لدمج هذه النظم والتقنيات الجديدة والمبتكرة مع مختلف العمليات والأنشطة للشركات بصفة عامة وفي مجال تكنولوجيا المعلومات على وجه الخصوص، هو قيمة مضافة تلبي أقصى قدر ممكن من احتياجات عملائها، والوصول إلى خدمة متميزة تقدم إلى المواطن، وبالتالي تضمن عائدات مربحة وكذلك ولاء للعملاء، ويمنحها ميزة تنافسية وتفوق نظيراتها. وحيث أن نمو وبقاء المؤسسات يرتبط ارتباطا وثيقا بمدى تجاوبها مع بيئتها، فإن الابتكار في مجال خدمات واستشارات بحوث السوق في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لابد أن يكون بمستوى يوازي التحدي القائم، وخاصة في الحالات المتعلقة بالاستحواذ على أنصبة سوقية أو الرغبة في دخول أسواق جديدة. السادة الحضور، إن هذا المؤتمر يعرض نماذج ودراسات حالات تعكس الحلول التكنولوجية المختلفة التي تبنتها مؤسسات رائدة تعمل في مختلف المجالات، والأدوات التي اعتمدت عليها في الكشف عن فجوة الأداء وأجبرتها على تعديل مسارها وتوجهها الاستراتيجي. ولا يعني الابتكار هنا فقط الإبداع في إنتاج حلول أو تقديم خدمات أو إدارة عمليات، إنما يمتد أيضاً ليشمل عناصر أخرى مثل ابتكار استراتيجيات جديدة للتسعير تؤثر تأثيراً لا محدود على أداء الشركات المصدرة لخدمات التكنولوجيا والاتصالات، وخاصة عند تصدير خدماتها للأسواق الدولية التي تتسم بالتشبع والنضج. وختاماً، أرجو من الله أن يكون هذا المؤتمر بمثابة نقطة الانطلاق الصحيحة على طريق ابتكار آليات جديدة وعرض رؤى متميزة في مجالات بحوث ودراسات تكنولوجيا المعلومات، بما ينعكس بالإيجاب على كافة الحاضرين، والذي بدوره يؤدي إلى تنمية قدرات الشركات العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على الصعيدين العربي والأفريقي، وبسواعد شابة فتية قادرة على العمل والابتكار والإبداع، ويملأها التحدي وتسعى جاهداً نحو النجاح. حفظ الله مصر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.